الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبانزيا أن الولايات المتحدة لديها الكثير لتكسبه فيما يتعلق بتجارة الغاز جراء الأضرار التي لحقت بشبكة خط أنابيب نورد ستريم، وذلك تحت بحر البلطيق. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بناء على طلب روسيا، قال السفير الروسي إن موردي الغاز الطبيعي المسال للأمريكيين سيستفيدون بالزيادة المتعددة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا جراء تدمير خطوط الأنابيب. قال قائد الجيش البريطاني تونيل راداكين إن التعبئة الروسية كشفت النقاب عن الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الكرملين. وأوضح قائد الجيش البريطاني أن هناك نقاط ضغط أظهرت ما وصفها بالهشاشة لدى الجيش الروسي، وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تسير بخطى بطيئة، معتبرا أن السمة الأساسية للوضع الراهن في أوكرانيا هي تحقيق تقدم مؤقت يتم الحفاظ عليه دون حدوث تحول كبير في ميزان القوى بين الجانبين. فرضت كندا عقوبات جديدة على مسؤولين روس بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا على ضم 4 مناطق من أوكرانيا. وشملت العقوبات الكندية 43 من المسؤولين والنخب الروسية والمالية وأفراد أسرهم، و35 من كبار المسؤولين المدعومين من روسيا في دونسك ولوهانسك وخيرسون وزابورجيا. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفات يشتبه في أنها صواريخ باليستية. وقال خفر سواحل اليابان نقلا عن وزارة الدفاع أن مقذوفين اثنين على الأقل أطلقا من كوريا الشمالية. من جانبها نقلت محطة NHK العامة اليابانية عن مصدر حكومي أن المقذوفين أنهيا مسارهما خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار إيان إلى 23 شخصا على الأقل أثناء مروره بفلوريدا الأمريكية. وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان إن الكثير من الضحايا ماتوا غرقا. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك خسائر بشرية أكبر تسبب فيها الإعصار القوي. وفي سياق متصل، قدمت حكومة كوبا طلبا نادرا للحصول على مساعدة طارئة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن تسبب الإعصار إيان في انقطاع الكهرباء عن الجزيرة. قالت السلطات الفنزويلية إنها انتشلت 8 جثث بعد تعرض البلاد على مدى أيام لأمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وإلى فيضانات تسببت في فقد ما لا يقل عن 3 آخرين. وقال مسؤول هيئة الحماية المدنية بولاية التاتشيرا الغربية إن 4 من الأطفال في عداد الضحايا، وتضررت مناطق مختلفة في غرب فنزويلا ووسطها من الأمطار الغزيرة على مدى أسبوع على الأقل، تسببت في تحول الطرق إلى أنهار خاصة في مدينة باركسيميتو الشمالية الغربية. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة. وأكد الكاظمي حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، مشددا على التعليمات الصادرة سابقا مرارا بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل ومنع استخدام الأعيرة النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.